حرف الزاي. مرحبا أصدقائي، أنا الزرافة. بالتأكيد أنتم تعرفون أن رقبتي طويلة جدا. نحن الزرافات من أطول الحيوانات البرية، حيث يمكن للزرافة أن تنظر إلى نافذة في الطابق الثاني دون أن تضطر إلى الوقوف على أطراف أصابعها. وعلى الرغم من أن رقبة الزرافة طويلة جداً، إلا أنه لا يمكنها الانحناء للأرض لشرب الماء مثلاً دون أن تباعد بين ساقيها الأماميتين أو تثنيهما للوصول للماء، ولكن أرجلها الطويلة تساعدها على الجري سريعاً جداً. فبالرغم من طول الزرافة ووزنها الكبير، إلا أنها من أسرع الحيوانات ركضاً. تقضي الزرافة معظم وقتها في التجول للبحث عن الطعام، وهي تأكل أوراق الأشجار والأعشاب، بل وحتى النباتات ذات الأشواك. من المثير للدهشة أن الزرافات تحتاج فقط من 5 إلى 30 دقيقة من النوم في غضون 24 ساعة. يمكن للزرافة النوم وهي واقفة، ولكن قد تنام وهي جالسة إذا شعرت بالأمان، وغالباً ما يكون حولها زرافات أخرى لحمايتها. يعتقد الكثير من الناس أن الزرافات ليس لها صوت، ولكن في الحقيقة أن الزرافة تقوم بعمل مجموعة متنوعة من الأصوات والهمهمات، ولكن نادراً. تعيش الزرافة في مجموعات كبيرة، وذلك لكي تشعر بالأمان وتحمي نفسها من هجمات الحيوانات المفترسة. هناك أنواع كثيرة من الزراف حول العالم، ولكن بعض هذه الأنواع مهددة بالانقراض، الأمر الذي جعل المدافعين عن الحيوانات قلقين على مصير الزراف في المستقبل. هذه بعض الحقائق عن الزرافة، نرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم. الزاي مع الحركات القصيرة. ز زرافة. زو زهور. زي زر. الزاي مع الحركات الطويلة حروف المد. ز غزال. زو يزور. زي حزين. مواضع الزاي في الكلمة. زاي في أول الكلمة زورق. زاي في وسط الكلمة خزانة. زاي في آخر الكلمة خبز. الزاي مع التنوين. زن موزن. زن رزن. زن كنزن. أحسنتم أصدقائي، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.